في القضاء على السكنة الفوضوية، قامت السلطات المحلية لولاية وهران على ترحيل 162 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي النخلة ببلدية تليلات وسط أجواء من الفرحة والسرور من طرف المستفيدين. ياسين حسين. في أجواء من الفرحة والسرور أقدمت السلطات المحلية لولاية وهران على إعادة إسكان 162 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي النخلة، حيث تم ترحيلهم على مستوى القطب العمراني الجديد ببلدية وادي تليلات. تم إسكان 162 عائلة في ظروف جيدة كما تلاحظون، حيث يحتوي الحي على كل شروط الحياة الكريمة للمواطن مع استرجاع القطعة الأرضية والمقدرة بأكثر من هكتار ونص. بهذه العملية وهران، خاصة المدخل الشرقي نتاع وهران، المدخل الشرقي والجنوب الشرقي، تخلص نهائيا من الجيوب القصديرية اللي كانت تستقبل أي زائر لوهران في المدخل تاعو. العائلات المستفيدة من عملية الترحيل عبرت عن فرحتها وسعادتها بالمساكن الجديدة، موجهة تشكراتها لجميع القائمين على هذه العملية. الحمد لله، هذا وين نحسوا برواحنا رانا لاباس، هذا وين عرفنا برواحنا باللي زدنا من جديد. الحمد لله، الحمد لله على الساعة، الحمد لله ربي يفتح علينا ورا ان شاء الله يفرح كل مؤمن. خويا شي جيب للقصدير للسخنة، انا على الشيطان هذا وين زدت، انا حسو غير فوتها في البراريك. تأتي هذه العملية مباشرة بعد العملية الإحصاء التي عرفها الحي مؤخرا، مما مكنت من القضاء نهائيا من هذا الحي الفوضوي الذي طالما ظل يشوه المنظر الجميل للمدينة.